أخيراً سؤالنا لو بقول لحي صدنات سائلكم شغوا حولي هاي يا فضل بدن إنسي جاي تشنجا سيدو كلا إنسي جاي ملائكته وعي كم تاعي مسأيش علماء إلى هذان ومن فضول العلم بيكمت علم جاي قيبو حاجر فضول أجر فضول ك وعلم إسك السيادة لكن وح عمله كذا لنا يمتشروا صوما هذا هذا وقعت ملائك تفضل بدن أما آدمها فضل بدن أما تيمبا فضل بدن ما هي كو كردس يا وح عمله كذا لنا اللهم نوع اعتقاد ما قال مركا سائتا هذا العلم ذو واقع دودين هو تشينك إيه مالك تشينكو دود جلي مايان بشر كأو رن أو إسودة أو فاسقيس هي قال كيس هي منافقيس هي مؤمن كيس وطنا ملائكة لما ترتمي كران أيضا مالك وحل ترتنسي علماء كه الله وحويان صالح المؤمنين أما المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما مطيعين من أهل الإيمان هي ملائكة ذاتك وناكسن آدمها أما ذاتك إلهي أطيع الرميسان مؤمنين تاع هي ملائكتك كيبا فضل بدن ضده هل كاسي قيلي كرتا ضده هل كاسي قيلي كرتا وأنا مسألة هوري لوغا ضوضيو علماء أي آدو قد ضوضين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بحثي دير بوكا قري ولين عياها ضوض ضوضي أدلة ضوضي كوروريي ونقاشي خلاصة كما دميسنا ومسألة كقاري عدو باهن مجموع الفتاوى مجلد كأفراد برسالة داسي كجرتا ورسالة قيمة بدن ومسألة دا وكاها اللي خلاصة دي دقار كمي دا هدن سوق هذا النوع مسألة داس وحو تلمامي هرت سلف كي باكاها اللي رضوان الله عليهم وحين تلمامي أن بني آدم كصالحين تيسي ومؤمنين تيسي في الجملة ضدوب أهان ويكفض لبديهين ملائكة ضدوب أهان وحن كه الله إنه وتفضيل إجمالي وضدوب لكن مرك اللي يدا مد مد مرك اللي يدا تفاصيل شو ما قلي كرنو صوما ما دي اللي يدا دو ملائكة مد مد يبني آدم كمد مد هاللي سو أديو تاوح لقيت شواب كرما قيب ملائكة كم إذا ويكفض بدن تقاد بني آدم ككم إذا قال بني آدم ككم إذا ملائكة وكفض بدن كرا تفاصيل شو هو سماها لكن سد ضدوبا مركا مدول بدودوب كي سلف فيري كيف فضل بدن وحليه مركا أي مدي سلف كرضوان الله عليهم ومسألة كه الله وحي قبان إن أي مؤمنين تآدمه كفضل بديهين ملائكة عبد الله بن عمرو بن عاص وأثر كك يعني أولي وكسوين عبد الله وحليه إن الملائكة قالت يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا ملائكة بقى الله حيكون هذا ربي يو بني آدم كالدنيا ذات سيسي ويعنيان ويعبيان ويراحيسنيان يا أنك آخر النسي هذا ملائكتنا أنك آخر النسي كون الدنيا ذات سيسي مركز الله وحول تبارك وتعالى لا أفعل مي إلي ويكو عليين هذا أنا وحول مي إلي هذا أنا ويكو عليين لبقر صدح قر مركز وحول ربي تبارك وتعالى وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان عزتي إذا كنت أرتيه عد أن لوضع إذا كعمود كو أبوري عرورتيس كبلي مايو سيدا عد أن كو أبوري أو كلي كلمة إذا كن أو مركا سيدا كو أحد آدم حالو أبوري يا آدم إلهي وحو كو أبوري لبدي سك عمود بو كو أبوري صوما ملائكتنا وحالو أبوري سيدا خلائق ذا كلي كلمة إله كن أبلغ أبوري الله مركب إليه آدم وانك عنت إذا كو أبوري عرورتي سإنتي وناك سنيد كم تدقي مايو
sida idinkoo kale oo malaa'igta ah oo aan kun idinku abuuray, kelimadayda aan idinku abuuray macna. Meesha marka waxaa ka muuqata saalixiinta aadam dhalay ee bini aadamka inay malaa'igta ka fadli badan yihiin. Atharka waxaa wariyay Cuthmaan ibn Saciid ad-Daarimi, Cabdullaahi ibn Maxmed ayaa isagana sunanka ku wariyay. Tayib, isagoo mursal ah. Athar kale uu keenay isagana Cabdullaahi ibn Salaam laga wariyo, uu ka laga warinayo uu leeyahay Cabdullaahi ibn Salaam baa dhahay waa asxaabigii Israa'iiliga ahaayee asalkiitu Yahuudiga ahaa. Cabdullaahi wuxuu yidhi, maa khalaqa allahu khalqan akrama calayhi min Muxammed, ilaahay ma abuurin buu yidhi makhluuq ka karaamo badan oo agtiisa kaga sharaf badan nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Markaasaa Cabdullaahi waxaa la yidhi, walaa Jibriil walaa Mikaa'iil, ma xataa Jibriil iyo Mikaa'iil waa malaa'igta kuwii ugu fadli badnaa waay. Markaasaa wuxuu ku yidhi kii wax su-aasha weydiinayaba wuxuu ku yidhi, atadri maa Jibriil wamaa Mikaa'iil, oo aduu ma taqaanaa Jibriil iyo Mikaa'iil waxay yihiin? Innamaa Jibriilu wa Mikaa'iilu khalqun musakharun kashamsi walqamar buu. Jibriil iyo Mikaa'iil waa khalqi ilaahay sakhiray, oo sida qoraxda iyo dayaxa oo kale amran oo sakhiran, yaa jid loo tijeexay bay hayaan. Tayib, wamaa khalaqa allahu khalqan akrama calayhi min Muxammed buu, laakiin ilaahay wax makhluuqa oo nebi Maxamed ka sharaf iyo karaamo badan ma abuurin buu. Meesha muxuu leeyahay marka, yacni Jibriil iyo Mikaa'iil waxaa ka fadli badan nebi Maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka nebi Maxamedna waa basharka aadam baa dhalay soo maaha. Aathaartaasuu marka keenay Sheekhul Islaam ibnu Taymiya calayh raxmatullah, kadibna wuxuu keenay wuxuu yidhi, wamaa calimtu can axadin min asaxaabati maa yuqaalifu dalik, arrinka wax khilaafsan axad saxaabada ka mida inuu ka sugan yahay ma ogi buu. Yacni saxaabadii inay saa wada qabeen ayaa meesha ka muuqata. Asxaabta sunnada dadka u nisba sheegtay aimada afarta raacsan iyo qeyrkoodna sidaasay qabeeno nebiyada ilaahay iyo awliyadu inay ka fadli badan yihiin malaa'igta, risaalo gooniyaanan masalada ka alifay buu yidhi. Mar kale Sheekhul Islaam ibnu Taymiya calayhi raxmatullah jawaab kale uu bixiyey, jawaab kale khulaasada baxthigiisa markuu soo ururiyo wuxuu yidhi, marka bilowgan hore la fiiriyo buu yidhi malaa'igta fadli badan, dhammaadka iyo meesha lagu dambaynaya marka la fiiriyana basharkii aadamaha fadli badan. Hadda marka la fiiriyo bilowgan hore malaa'igtu waa khalqi ilaahay ateeca oon marna caasiyin, soo ma laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun, laakiin aadamuhu kullu bani aadam khataa, ibni aadamku waa gaf badan yahay. Markii hadda laysla joogo malaa'igta fadli badan buu yidhi, laakiin meesha lagu dhammaanayo markii jannada la galo ilaahay sida uu u fadilayo mu'miniinta iyo wanaagga uu siinayo iyo darajada uu gaadhsiinayo markaa waxaa fadli badan buu yidhi mu'miniinta bini aadamka markaa malaa'igta ka fadli badan buu. Marka bidaayadana malaa'igta fadli badan, nihaayada iyo dhammaadkana aadamaha fadli badan buu yidhi. Khulaasada baxdigiisa halkaas ku soo ururiyey Ibn al-Qayyim oo ardaygiisii isaguna uu ugu bogay natiijada iyada aad buu ugu bogay. Adiga masaladu waa masalo dood badani ku jirtee, saasaasi loo badan yahay in ay ilaan malaa'igtiiba waxaa ku jirta aadamaha, waxaa ku jira nebiyadii, waxaa ku jira sidiiqiintii, waxaa ku jira ululcasmigii, nebi Maxamed baa ka mid a, nebi Ibraahim baa ka mid a. Yacni wax weeyaan markaa malaa'igtu ma gaadhi kartay leeyihin, malaa'igtu markaa ma gaadhi karto, duuduub ahaan waay. Taasi waa mu'miniinta bini aadamka iyo malaa'igta. Jinkii baa soo haray, jinku iyagu aadamahana ma gaadhi karaan, jinka mu'miniintiisu aadamahana ma gaadhi karaan, malaa'igna ma gaadhi karaan, soo ma ayagu gadaal bay joogaan. Bal waxaaba laga doodsan yahayba mu'miniinta jinku jannada ma gelayaan mise geli maayaan, waaba dood culimada sunnada dhex taalla waa. Marka labadaa hore u daa dooda iyada ee aada looga dooday oo kutub badan laga qoray oo culimadu aada isugu hardiyeen, natiijadeeda markaad fiiriso waa uun keliyata masale ictiqaadiyayna ka dhalato mooya camal ka dhalan maayo. Hada wabillahi tawfiq.